باشمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكره بنادي المقاولين. النهارده الحقيقه كان في مباراه ما بين المقاولين وانبي والتعادل الايجابي 2-2. ويمكن منذ ايام كان نادي المقاولون العرب اصدر بيان خاص بالتحكيم المصري، والنهارده كمان بعد لقاء اليوم اصدر بيان اخر ضد التحكيم في مباراه اليوم. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا كابتن، ازيك؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. انا مش عارف مين معاك. كابتن مجدي طلبه، كابتن محمود ابو الدهب بيسلموا على حضرتك. سلم لي عليهم كتير. الله يسلمك يا كابتن. طيب اهلا بيان النهارده يا باشمهندس، يعني يعني نتيجه اللقاء التعادل ايجابي 1-2، لكن البيان ده يعني اصدرتوه ليه؟ انا لا اخفى عليك، انا مش عايز اعمل مداخلات. انا عارف انت يمكن من شويه كانوا الاداء تكلمك وحضرتك تتراجع. التحكيم واضح جدا ان في يعني كوارث بتحصل، ليه ضرب الجزاء ما احتفاش، زود وقت اضافي انا ما اعرفش منين خالص. مش عايز اتكلم كلام كتير لان كلام اللي اتقال في يعني وحسابات الوقت لا يمكن تكون الوقت اللي اتحسب ضرب الجزاء انا بشك فيها، لكن انا مش عايز اتكلم بقى خلاص. لسادس مباراه الظلم ظلم غير عادل في التحكيم خلاص. طب هو البيان الاولاني اللي حضرتكم اصدرتوه يعني رد الفعل الخاص بلجنة التحكيم كان ايه؟ وهل رد حصل رد لحضراتكم عليه؟ كان موضوع الحكم كابتن محمد الحنفي تقريبا؟ محمد الحنفي اللي هو كان اللي رئيس لجنة الحكام اعلن ان هو رسم مرتين في الاختبارات ومش هيحكم السنة دي، وفجأة خلاه حكم، وبالتالي تعتبر بكل كلام كل الحكام اللي قالوه ان المباراه لازم تتعاد، يعني المباراه قيمت بدون حكم. مع احترامي للكابتن حمد، يمكن بالعكس المباراه دي بالذات هو ادارها على اعلى مستوى، ما كانش فيها اخطاء غير اخطاء النهارده خالص. لكن خلاص بقى يعني احنا مهما بنتكلم لحد بيسال ولا حد يعني ما حدش رد على حضراتكم في المباراه ولا حد هيرد يا كابتن فاروق. اتحداك اذا كان حد هيرد. ليه هو حضراتكم مش انت نادي المقاولين موجود ضمن الانديه الموجوده؟ مش نادي المقاولين. قول لي ردوا على مين السنه دي في هذا الموضوع. اديني حاله واحده. خلاص حاله واحده. ده بالعكس الرابطه تبعت تقول لهم وتبعت تقول ان انا بعت لهم وهم بعت لهم وتطلب منهم برضه يردوا. اديني حاله واحده ردوا على حد. الحاجه الوحيده اللي عادوها هو الماتش اللي فات ده واللي عملته الرابطه مش الاتحاد. اللي هو مسؤول عن التحكيم. طب بتفسر يا باشمهندس تعامل لجنه التحكيم مع الانديه بالشكل ده ان هم ما بيردوش يعني. بتفسروا بايه طيب؟ لا حاجات كتير قوي قوي قوي. بفوضى الكره المصريه. باختصار فوضى الكره المصريه. موسم كل الاخطاء فيه ومحدش بيتكلم ومحدش بيقول حاجه. وفين العداله في كل شيء؟ فين العداله؟ يعني انا بطلب العداله بس. يعني انت حكم انت اللي حطيته وانت اللي قلت لا وانت اللي اعلنت انه ما يحكمش بدل اخطاء. طب ما تصلح الاخطاء بس. هيصلحوا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه لما نحط ناس مسؤوله تمام وخايفه على مصلحه الكره المصريه نبقى نتكلم. ده يأس ده يا باشمهندس ولا ايه؟ نعم يأس. الوضع للاسف انا بقالي 25 سنه بالقصة دي ما شفتش أسوأ من هذا الموسم. يعني شيء غير طب. وما شفتش حد ما بيردش ولا بيتكلم زي ما بيحصل دلوقتي. يعني يقولوا انتوا عشان كده انا مش خلاص مش عايز اتكلم. انا نزلت بيان وخلاص هبعت لهم احتجاج وخلاص كله ملوش لازمه. طيب مش حاله واحده كمان رد على حد. حتى نادي الزمالك حقيقه في ماتش المصري ما تمش الرد عليه بخصوص ما انا بقول لحضرتك الزمالك والزمالك قال ايه؟ والزمالك قال ان مفيش عداله. طب ما فعلا موسم كله مفيش عداله بين كل الفرق. في ظلم تحكيمي لكل الفرق. الله. يعني وحد سأل؟ ما حد سأل. طيب باشمهندس موقف المقاولين حقيقه صعب في تغيير الجهاز الفني. هل يعني عندكم امل في الفتره القادمه بان انتوا تخرجوا من الموقف ده؟ طول ما الحسابات بتقول احنا بنشتغل بس بالمنظر ده ربنا يسترها معانا. تمام. التحكيم المتعمد ده ربنا يسترها معانا. يعني ادى وقت ضايع مش مع يعني انا عايز اقول
حد انا بقى بالسوبوتش براجع الشريط كله وهبعت لجنه الحكام، بس مفيش فايده. ما هي المشكله ان محدش بيسال فيك. يعني انا عملت بيان وكنت عايز ارد على التلفزيونات، خلاص هرد نقول ايه؟ بيان وخلاص. تمام تمام، بشكرك يا باشمهندس، ويعني اتمنى طبعا التوفيق لكل الانديه المصريه. ما يبقاش فيه طبعا فكره الياس موجود عند المسؤولين الحقيقه في فكره